معاكي بنسى انا مين، بحس ان انا جيمس دين. مين جيمس دين؟ من اكتر الاسئله اللي كانت بتتسال لي من صحابي خلال الفتره اللي فاتت، ومن اكتر الاسئله المطروحه خلال الاسابيع اللي فاتت، نظرا ان البوم كايروكي الجديد نزل، وطبعا اغنيه جيمس دين من اوائل الاغاني اللي نزلت في الالبوم ده، والاغنيه نجحت جدا. بس كان في تساؤل بالنسبه للناس، يعني مش مطلعه على الفن قوي، مش بيتفرجوا على افلام كتير، او حتى بيتفرجوا على افلام والراجل القديم وما سمعوش عنه. بس اكيد لو انت يعني متابع اي حاجة، بتحب الاعلانات او بتحب الميديا عموما، اكيد شفت صورته قبل كده، وهو طبعا الفنان جيمس دين. مين جيمس دين؟ ايه الحوار بتاعه؟ ايه كل الكلام ده؟ لما قلتلكوا الشهر اللي فات ان احنا هنعمل بروفايل مرة انجليش ومرة عربي، البروفايل المرة دي جت انجليش كده، نظرا لكثرة الاسئلة، اسئلة من هو جيمس دين. بس قبل ما ابتدي حلقة طبعا يا بتوع افلام، اتمنى طبعا تظبطوا لي لايكات كتير جدا جدا جدا، وشير وسبسكرايب للشانل لو لاول مره، وطبعا اتمنى طبعا لو انت مش مشترك في القناه تدوس سبسكرايب للشانل عشان نوصل لنص مليون في اقرب وقت باذن الله. طبعا عايزك تشترك على انستغرام بيج وفيسبوك بيج وتدوس على جرس التنبيهات عشان تجيلك كل حلقه اول باول. ويلا بينا نخش في الحلقه. اهلا وسهلا عليكم، انا احمد كمال بتاع افلام. جيمس دين. جيمس دين اتولد يوم 8 فبراير سنة 1931. مبدئيا قبل اي حاجة كده، الراجل ده ممكن يكون من اكتر واكبر الايقونات اللي في هوليوود. هتقولي ازاي طيب ايقونات وانا مش فاكر له افلام كتير ولا شفت له افلام؟ يعني مثلا مارلون براندو مات من زمان بس ليه افلام كتير، وخالدة والواحد بيتفرج عليها والكلام ده، لكن ليه الراجل ده انا مشفتوش؟ لان مبدئيا هديك اول صدمة كده قبل اي حاجة، ان جيمس دين توفى عن عمر 24 سنة سنة 1955، وأيضا رصيده الفني يتكون من 3 أفلام فقط لغير. إيه ده؟ طب ليه يا أبو حميد؟ طيب أنت قلت أيقونة، يعني طب أيقونة في إيه؟ حتى لو الثلاث أفلام دول عظام جدا وكده، إيه اللي مخليه أيقونة؟ الإجابة دي هسيبها لك في آخر الحلقة، هقول لك ليه الراجل ده أيقونة والكلام ده. بس نبتدي بحياة جيمس دين، إن هو اتولد، بص هو حياته صغيرة جدا والبروفايل هيبقى صغير جدا وما فيهوش كلام كتير. الراجل اتولد من أسرة متوسطة، وكان أمه بتحبه جدا، ووالدته اتوفت بمرض السرطان، ثم انتقل بعديه عاش عند عمه، وكان هوسه الاول والاخير طبعا زي اي بروفايل اي نجم ايقوني، وهو التمثيل. الراجل من كتر هوسه بالتمثيل دخل الجامعه وفضل يروح كاستنج كتير، يروح اعلانات، يروح ياخد اي دور في اي حاجه، وفعلا اختاروه من ضمن 350 شاب ان هو ياخد دور في مسرحيه، واحد واقف كده ورا، يعني كومبارس يعني ما بيتكلمش خالص. فساب الجامعه، قال لا انا انا انا, أنا هو ده الكارير بتاعي، انا مش هتعلم من الاخر، وهو ده الكارير بتاعي وهو ده اللي هكمل فيه، وافضل بقى ادور على اي دور، لان انا فعلا نفسي ابقى ممثل. وفعلا ساب الجامعه وهو عنده 20 سنه، وابتدى بقى يعمل ادوار في السينما، ادوار غير متكلمه، يعني اللي هو بيبقى قاعد كده، ممكن اللي هو تلاقي مثلا اتنين بيتكلموا الابطال، فتلاقي هو واقف ورا مثلا بيشرب بيبسي. وفي نفس الوقت برضو بمناسبه بيبسي، اول عمل او اول مره ممكن يكون ظهر على الشاشه من خلال اعلان بيبسي، يعني اول حاجه عملها هو اعلان بيبسي. وطبعا يا بتوع افلام، ملاحظين من الصور اللي ظهرت ليكوا في الحلقه لغايه دلوقتي، اول حاجه من سبب الاسباب ان الراجل ده بقى نجم على طول، ان هو ما اخدش وقت طويل ان هو يبقى نجم او بطل عمل، يعني شكله الراجل بسم الله ما شاء الله، يعني هو توفى وكل حاجه، بس يعني تحسه انه نجم، ده نجم. اصل انت لو ما بقتش نجم هتبقى يعني لو انت ما بقتش ممثل او موديل او حاجه مشهوره تبقى يعني براد بيت ده مثلا، انت متخيل لو ما كانش بقى ممثل، واحد صوره في الشارع كده بالصدفه، انت ممثل نجم، فاهم؟ فلغايه دلوقتي لو انت تفتكر كده، الراجل كان مشهور جدا بان هو ستايل كده وشعر وطريقته مختلفه في الكلام، ويعتبر صوت الشباب. ومن اشهر علاماته طبعا ان هو على طول بيشرب السيجاره كده، والتصريحه بتاعته طبعا اللي كانت مشهوره، وطريقه كلامه والسيجاره وطريقه التمر بتاعته خليته ما تعبش كتير، ما يروحش ادوار كتير. اي نعم ان هو عمل اعمال كتير، ما كانش بيتكلم، وكان فيلم واحد بس يعتبر قال كلمه اللي هو مثلا صباح الخير، بس هو شكله ملفت للانظار. فجي المخرج إليا كازان، كان عايز يعمل روايه شرق عدن، وكان عايز البطل بتاعها يبقى طبعا نجم من نجوم هوليوود، اللي هو مثلا كان ساعتها طبعا مارلون براندو، كان هو عايز مارلون براندو للدور ده فعلا. ولكن عجبه جدا جيمس دين، خطفه الانظار، حس ان هو ده لايق جدا على بطل الروايه. وبالفعل جيمس دين اخذ الدور وبقى بطل العمل، والفيلم نجح نجاح جامد جدا. والمؤلف بتاع الروايه نفسها ما كانش
مقتنع بجيمس دي. مين ده يا جدعان عشان تجيبوه بطل الروايه بتاعتي؟ يعني مين ده؟ ماشي حلو على عيني وعلى راسي، بس مين ده؟ ممكن ما يكونش بيعرف يمثل، بس الراجل فعلا اثبت ان هو ممثل جامد جدا. وهقول لك ليه، جيمس دين يعتبر ايقونه برده من ضمن الايقونات، ودي من ضمن الحاجات اللي انا هقولها لك في اخر الحلقه، ان هو غير ستايل التمثيل شويه من اللي هو التمثيل التقليدي، غير قالب التمثيل شويه. اي نعم، بالتاكيد اللي يعتبر اللي غير شويه النمطي ده، التمثيل النمطي، كان مارلون براندو، بس برده جيمس دين كان ليه ستايل مختلف، يعني تحسه كان طريقه واقعيه للشباب اكتر. وبالفعل يا بتوع افلام، الفيلم كسر الدنيا ساعتها طبعا، ان هو رقم كبير جدا ان هو يحقق 24 مليون جنيه. مليون جنيه ايه؟ 24 مليون دولار؟ معلش يعني. لا، والمفاجاه الاكبر كمان، اول بطوله جيمس دين يترشح لجائزه الاوسكار، وده كان اول ترشيح ليه ومش الاخير. وللاسف احب اقول لك ان ده الفيلم الوحيد اللي يعتبر جيمس دين يشهد عليه او شافه او حضر افتتاحه او شاف نجوميه فيه شويه، لان الفيلمين اللي جايين اللي انا هتكلم عليهم، عشان انا زي ما قلت لك هو رصيده الفني 3 افلام، وهو الفيلم اللي نزل سنه 1955 رابل وذا كاز، والفيلم اللي نزل بعديها سنه 1956 فيلم جاين. الفيلمين دول صورهم لكن للاسف ما شافش اي ردود افعال او شافهم في السينما او اي حاجه، لان الفيلمين دول نزلوا بعد وفاته على طول. فيلم رابل وذا كاز نزل بعد وفاته في نفس السنه، والفيلم الثاني جاينت اللي نزل سنه 1956 نزل السنه بعد وفاته على طول. والفيلم ده بالمناسبه ده كان تاني ترشيح ليه لجائزه الاوسكار. فاحنا قدام واحد كان مشروع هيبقى واحد من اتقل واعلى النجوم في الكوكب عموما، حاجه زي مارلون براندو وفي نفس الوقت وسيم اكتر من مارلون براندو، وموديل كده في نفسه وطريقته مختلفه وكل حاجه، ومن بدايه افلامه وهو مرشح للاوسكارز. ولكن للاسف يوم 30 سبتمبر 1955 طبعا بقى شاب ومتهور وبقى نجم من نجوم العالم، وشاب عنده 24 سنه راكب العربيه بورش بتاعته وعمال يجري في الطريق، وهو الطريق السريع 46-41 اللي فيما بعد بقى يخلط بذكراه، يعني عشان هو توفى في الطريق ده. كان بيجري طبعا على سرعه عاليه جدا، خبط في واحد فهو طار من العربيه ورقبته اتكسرت وتوفى، وبقيت ايقونه جيمس دين حتى الان. ان كايرو كي في 2022 دلوقتي نزلوا اغنيه اللي هو يعني لما انت تكون مع بنت كده ومبسوطين مع بعض وقاعدين في العربيه بتحس ان انت جيمس دين، يعني اللي هو حاجه كده اللي هو انا جيمس دين جدا في نفسي. ايه سبب ان الراجل ده ايقونه لغايه دلوقتي؟ اول حاجه طبعا بدون نقاش سبب وفاته المبكره، دي بتعمل جدل كبير جدا وبتخلي الواحد بتفضل فاكره بالمنظر ده. هو الراجل ما كبرش ولا عمرك شفته وهو كبير وما حصلوش اي عواقب او اي فشل في الافلام، لسه ده كانت لسه بدايته. فانت شايف واحد ناجح جدا ترشح لجائزتين اوسكارز وهو لسه عنده 24 سنه، وغير فعلا شكل الشباب، والناس كتيره جدا بالملايين كانوا بيقلدوا شكله وطريقته ولبسه وتصريحته ونضارته، لدرجه ان هو كان بيتحط موديل على السجاير المارلبورو اساسا. وحبيت اقول لكم برده في نهايه الحلقه بتوع افلام، ان العربيه بورش بتاعت جيمس دين اللي عمل بيها الحادثه دي اللي فرتكت دي، طبعا عشان جيمس دين مات فيها فبيبيعوا اجزاء منها، وللاسف العربيه دي صنفت ان هي ملعونه جدا، كل ما حد يشتري حاجه قطعه منها تلاقيه مات. يعني الراجل اللي اشترى جزء من العربيه ده توفى، فيما بعد حد اشترى عجله من عجلات العربيه برده في نفس الوقت اتعمل له حادثه وتوفى، فهي كل ما حد بياخد جزء منها بيحصل له حاجه. حبيت اقول المعلومه دي في الاخر عموما كده يعني. وفي سنه 2015 يا بتوع افلام نزل فيلم اسمه لايف، والفيلم ده يجسد قصه حياه الممثل جيمس دين، وكان فيه الفنان روبرت باتسون قايم بدور فوتوجرافر تبع مجله هيقعد يوم يصور يعمل فوتوشوت ليه طبعا جيمس دين. فمن خلال الفوتوشوت ده بقى انت بتشوف بقى قصه حياه جيمس دين، فابقى اتفرج عليه لو عايز تتفرج عليه عموما. وبس يا بتوع افلام، ده اللي هقدر اقوله لكم عن حلقه جيمس دين، البروفايل الخفيف جدا. وطبعا سؤالي لبتوع افلام، بتوع افلام بقى تقال جدا، هل شفت قبل كده فيلم جيمس دين من الثلاث افلام اللي انا قلتهم لك دول؟ لو شفتهم قول لي ايه اكتر فيلم بتحبه ليه، سيبوا لي رايكم تحت في الكومنتات، دي اهم حاجه، هرد عليكم زي ما احنا متعودين على طول. وطبعا في نهايه الحلقه يا بتوع افلام، اتمنى تظبطوا لي لايكات كتير جدا 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 عشان الموضوع ده بيساعد. فطبعا انا عارف بتوع افلام هيظبطوني جدا ويدوسوا لايكات كتير. وطبعا بعد اذنك لو انت بتتفرج لاول مره، اتمنى طبعا تعمل لي سبسكرايب لو عجبتك الحلقه طبعا، وطبعا تشتركوا على الانستجرام بيج وفيسبوك بيج، وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكوا الحلقه اول باول. واحلى مسا عليكم. الراجل دخل الجامعه من كتر هوسه بالتمثيل بيروح بقى على طول
رضا بابا. معلش ثانية يا سعيد، ايه ده بقى خلاص يا سعيد، ما تقعدش تتجنن كده وتخبط في البتاع، ايه ده الدنيا لو مش كده.